زي ما تعودنا معاكم واحنا بنعرف كده كل حاجة بتحصل في العالمين أول بأول، ومعانا زميلتنا فاطمة خليل اللي هتقول لنا آخر التفاصيل والأجواء هناك عاملة إزاي. مساء الفل عليك يا فاطمة، احكي لنا كده إيه اللي بيحصل عندك. مساء الخير عليك يا باسنت، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناه الاولى وبرنامج العالمين. زي ما انت دايما بنتكلم عن مهرجان العالمين، فانا من خلال وجودي هنا في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه لاحظت حاجه ايجابيه جدا تحسب لاداره المهرجان، وهي ان هي قدرت انها تجمع كل افراد الاسره في مكان واحد. فهو فعلا بنشوف الاعمار المختلفه، بنشوف الطبقات المختلفه موجودين هنا في المهرجان، مستمتعين جدا بالاجواء، مستمتعين جدا بالفقرات المتنوعه اللي مهرجان بيقدمها السنه دي في نسخته الثانيه. يعني عايزه اقول ان هو مهرجان العيله او مهرجان لمه العيله، مهرجان الاسره الواحده، لان انا شايفه كل الاطفال هنا مبسوطين. عارفه الصيف زمان كده يا باسنت لما احنا كنا بنروح مع اهالينا في الممشى في المعموره ونشوف العجل والايس كريم ونشوف الاجواء ونشوف كل الاعمار موجودين على نفس الممشى، فهنا نفس الاجواء موجوده هنا في المهرجان في كل الاعمار السنيه. تلاقي المدامات الكبار في السن موجودين، كلهم مستمتعين بالاجواء والفعاليات. احنا عندنا فعاليات لا تنتهي في المهرجان، دايما بيبقى عندنا فعاليات كل يوم جديده. قصور الثقافه لسه فعالياتها مستمره، والنهارده كانت فعاليه حلوه جدا وكان فعلا مليئه بالجمهور، وهي فعاليه فنون الشعبيه لفرقه اسوان للفنون الشعبيه اللي كانوا بيعرضوا عروضهم وقول عروضهم النهارده من الساعه 5 للساعه 7 مساء، وكمان بكره هيكون ليهم العرض الثاني بتاعهم، لان هو من المتفق عليه ان كل العروض للفنون الشعبيه لكل الفرق، كل فرقه بتعرض يومين على في المهرجان. فالنهارده كان اول عروضهم في فرقه اسوان للفنون الشعبيه، وبكره ثاني عرض ليهم ان شاء الله، وبكره الختام ليهم. اما بقى عن زي ما انت كنت بتتكلمي في الانترو بتاعك ان احنا عندنا فعاليات كتير جدا على مستوى المهرجان، وهو فيلم طبعا رومانسي للجميلة أيتن عامر، واللي هيكون في نورث سكوير مول، ده هيكون خلال الأسبوع الحالي. وكمان مسرحية السندباد هتكون بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم، وده هيكون إن شاء الله من 8 ل 10 أغسطس. يعني فعاليات كتير جدا، وطبعا الحدث الأضخم والأكبر واللي احنا كلنا في انتظاره، وهي حفلة النجم الكبير والهضبة عمرو دياب يوم 9 أغسطس. أما حفلة الفنانة اللبنانية ديانا حداد هتكون يوم السبت إن شاء الله. فإحنا في انتظار فعاليات كتير جدا وفعاليات مختلفة، وكل يوم جديد وكل يوم فعالية بتفاجئنا بيها إدارة المهرجان، علشان فعلا هم هدفهم الأول والأخير هو إسعاد المواطنين والزوار، ويكونوا دايما في جو ممتع من الفعاليات المختلفة وكل يوم جديد. وطبعا شاشة العرض الكبيرة اللي وفرتها إدارة المهرجان علشان نتابع أولمبياد باريس 2024 موجودة في نفس المكان. لما احنا كنا بنعرض امبارح ماتش مصر وفرنسا، فهي موجوده لنقل كل فعاليات اولمبياد باريس 24. ففعلا اجواء صيفيه ممتعه فيها كل الاعمار، وكلنا قاعدين مبسوطين كلنا في مكان واحد. فعلا مهرجان العالمين السنه دي مهرجان لمه العيله، وانا معاكم لحظه بلحظه لنقل كل هذه الفعاليات. شكرا ليكي يا فاطمة، واكيد هنرجع لك تاني كمان شويه عشان تحكي لنا اكتر الاجواء هناك والتفاصيل الحاصله عندك في العالمين. بنشكرك مره تانيه.